ما شاء الله يا ابو محمد اليوم يبي يعطينا معلومات عن البطاقات البنكيه، ترى مو بعلان ولا شيء، معلومات دي خطير. هلا ابو محمد. هلا وغلا. عطنا اول فائده استفدته من هالبطاقات هي اللي انت تجمع واللي تعرف له ونحن ما نعرف له. 11 رحله طيران، اخر 11 رحله لم ادفع هلله واحده. يمكن عشانك غني. لا 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 لا، من بطاقات الائتمان. انا مشتري ومسدد بدل ما اشتري بشيء ما استفيد منه ادفع ببطاقات الائتمان فيزا وماستر كارد. شوف يا جماعه الخير، في شيء اسمه فيزا وماستر كارد، ماستر كارد على مستوى العالم، طيب، لكن احنا ما نعرف لهن. هذا الرجل يقول حاسب بالخبز اللي بريال بالفيزا وماستر كارد، ليش يطلع النقاط والنقاط ذولي؟ نبي نقول شيء عن سالفه السياره وشون رحت وشريت السياره. يلا يا جماعة الخير، مو بنك ولا هو بإعلان، تكفون نفهموا زين، مو بنك هذه شفراج حسام بأهلي مدري وشو، مو موضوع بنك، موضوع حنا عندنا بطاقة مالية ما نعرف بهن. الرجال هذا محتوى بسناب من يقوم لين ينام عن بطاقة مالية. هل تصدق أنه كد عدل على بعض أنظمة البنوك بتويتر وفيه قصة شاهدة، يعني بعض البنوك عدل عليهم هو بتويتر لأنه هو يعرف عن نظام الفيزا والمستر كارد العالمية فبيعلمنا شلون نتعامل. وش آخر فائدة استفدته؟ سيارة سلمان، شريت سيارتي بالبطاقة الائتمانية، شغلت من البيت، رحت الحفرة الباطن 400 كيلو عشان أسدد قيمة السيارة كاملة من البطاقة وأستفيد. يعني أنت معك بطاقة زي نمادة وذولي، ايه؟ جيت أخذت قروش حولت إلى الفيزا. أيوة. هم شريت السيارة من الفيزا. نعم. وش طلع لك؟ طلع لي 6500 ريال رحلة طيران، رجعت أنا والعائلة من اليونان لم أدفع هللة واحدة. احنا كنا نشي سيارات ما ندري. نعم. علما وش الخدمات اللي ممكن تستفيد من البطاقات؟ انا والله معي بطاقه فيزا، والله ما اعرف بهن. هذا اللي يضيق صدري ان اللي معه بطاقه وحاطه بالمحفظه ولا يستفيد منها. هل تعلم ان هذه البطاقات تعطيك استقبالات في بعض مطارات حول العالم؟ انا عارف اني ادخل اللاونج، اللي يقول يدخلك اللاونج. لا، سياره تقف عند الطياره وتاخذك وتخلص اجراءاتك بالمطار. الله. وتوصل الفندق مجانا، وبعض البطاقات سائق خاص مجانا لمده 24 ساعه. صدق والله العظيم، انا صرت اشوف التجار ذول يستخدمون بيمات عند الطياره، يعني في خدمات الفيزا زين سدا. طيب الحين لازم غني علما السؤال، يعني الموضوع جمع نقاط ولا اني ابدا شريبه؟ نعم، في بطاقات عاليه خدمات راقيه لحسابات خاصة وبعضها هذا اللي ما بتبعنا، خلنا منهم. خل ايش علينا حنا؟ نعم، الأغلب البطاقات هذه إيه؟ جمع نقاط كله للموظف واللي عنده رصيد بسيط كل البطاقات. شفتوا أول مرة نشوف أيمن يوم جانا بطاقات وقروش، أول مرة نشوفه وشارك معنا الحديث، شارك معنا الحديث. عطنا سؤالك. عن معي فيزا بروح الكلفة. إيه. أقدر أجمع عن جميع ولا كل واحد أخذ نقاط منه؟ لا، كل بنك مختلف، هذا يعطيك نسبة كذا وهذا يعطيك نسبة استفادة كذا، هذا عنده قسائم شرائية، هذا لا عنده كاش يعطيك، هذا عنده طيران تأخذ تستبدل نقاطك الطيران. هذا سيارات متعددة، فنادق، أجار سيارات، كله تستبدل. طيب نقاطك. طيب الحين أنت حياتك كلها بالفيزا. 21 سنة. إيه. أخبز وعجن بهالبطاقات. المصاريف البسيطة، أشري الخبز بريال بالبطاقة الائتمانية عشان تجمع نقاط. نعم. وآخر سنة أسافر ببلاش. دايما أسافر ببلاش. كل شهر. يا أخي يعجبني ذا القصوان، جي محلنا بنوك يا جماعة الخير. هذا محلنا بنوك، حنا كلنا قسم بالله معنا بطاقات ما نعرف لهن ورب البيت ما يدري وش سالفتها. كل شهر أسافر ببطاقات. خذ المعلومة هذه. هات. تدري أنت إذا اشتريت مكيف، ثلاجة، فليزر، غسالة من هالبطاقات هذه، كم ضمان عندنا بالسعودية أبو سلمان؟ سنتين. إيه؟ تصير 3 سنوات من شركة فيزا، تضمن لك السنة الثالثة شركة فيزا. لو انتهى الضمان ودخلت بس السنة الثالثة، شركة فيزا تقول عندي، حنا نصلح لك المنتج، ما ينتصلح خذ جديد. إذا شريت عن طريق البطاقات الائتمانية. نعم دي. نعم بس. كيف المعلومات هذه عرفتها أنت؟ تبيلي منها. إيه كيف؟ تراس الشركة فيزا كله من التطبيق. ولا تراس الماستر كارد حاسها. نعم. إيه. لا، شركة ماستر كارد ما عندها الخدمة هذه. إيه؟ الضمان الممتد. إيه. تراس الشركة فيزا يحولونك على شركة التأمين المرتبطة مع فيزا، ثم بيقولون عطنا الفاتورة وعطنا إثبات إنك مشتري من بطاقتنا، صلح المنتج، خذ فلوسك. سلام. حلو. خذ المعلومة الثانية. ايه. انا حجزت تذكرة طيران بحد البطاقات هذه. بالفيزا ولا ماستر كارد؟ نعم. ايه. افلست شركة الطيران.
إيه؟ اتواصل معهم ما يردون علي. إيه؟ ايميلات ما يردون علي. إيه؟ ايوه دقيت على شركة البطاقة ماستر كارد. إيه؟ قلت انا مشتري تذاكري من بطاقتكم والناقل الجوي افلس ولا يرد علي ايام كورونا. نعم. إيه؟ قالوا لي عطنا اثبت انه افلس. عطيتهم اعلان افلاسه. ايه قالوا دوب قيمة التذاكر عشان يشتري تذاكر الطيران من البطاقة. يد للدرب. خدمة الكونسيرج أم محمد قبل رمضان بيومين. من محمد؟ زوجتي. ايه ونعم والله يخليها لك. قالت ودي أرسل شوكولاتة البنت خالتي تدرس بلندن. الحين سؤال محمد بس عشان نوضح. لا تصير أنت غاني ورصدتك كبيرة تأخذي. والله العظيم إني شخص عادي. ايه حلو كمل. هذا أنا برمضان وعند الحرام. كمل رح. ايه قلت ولا يهمك أغلب البطاقات فيها خدمة كونسيرج. السلام عليكم أنا أبي شوكولاتة أبوصله لندن. قالوا كلمت هاللندن ولا كلمت حقنا فيزا؟ لا 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 تليفون مجاني سعودي يردون عليك لندن. حلو هذه خدمة من فيزا. ايه قالوا خلاص أرسلوا لي بالإيميل أنواع الشوكولاتة اللي من متاجر لندن متعاونين معهم. اخترت الشوكولاتة قالوا عطنا رقم الفيزا اسحبوا قيمة الشوكولاتة وصلوا بعد 24 ساعة البنت خالته ورسلت لنا شكرا جزيلا على هدية. وأنا جالس بالبيت البنوك شكله شافوه يزبنون حلل المال في بعض المعلومات على مواقع البنوك فيها أخطاء يعني أنا أقول غير متعمدة بعض المعلومات عن البطاقات. أي يقول أرخص سعر صرف أرخص مدري وش. أي فأراسلهم أقول ترى المعلومة دي غير حقيقية فيقولون أبشر ويلغون التغريدة ويعدلونه ويحدثون التطبيق ويشيلون هالمعلومة دي. تعرفون اللي يجمع طوابع هو يجمع بطاقات فيزا يحب هاوي هاوي يجمع بطاقات ويدرسهن ويسافر بهن. عشق وحب للبطاقة. 21 سنة يا أبو سلمان 21 سنة تخصص غريب ترى الناس حسبونا نعلن الفيزا ولا مستر كارد. أقول حاجة أبو سلمان ترى أنا واثق من المعلومة. ايه؟ الوحيد المتخصص في هذا المجال في السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط كمحتوى كمؤثر يومي. نعم. ايه؟ ما أبو غيري كف. ايه؟ ترى هذا الرجل مو بانكر بس 24 ساعة ببنوك. شفت محتوى زي كذا؟ ها؟ تقول أنت متزوز؟ ما كنت بدخل السوشيال ميديا يا ابو سلمان بس اصدقائي قالوا حرام العلم اللي عندك ذا والمحتوى غير موجود والناس متعطشه له ما لقوا احد يعطيهم هذه المعلومات عن البطاقات. لقيت فيزا اعوذ بالله هج هج لا تقربه ابسط مما يكون واستفد من خدماته ومميزاته. انت مشتري يا ابو سلمان ومسدد استفد مكافآت وخدمات معاه في المكتب. ابو محمد هلا. في بنوك قالت لك خذ بطاقه جربه لنا علمنا عنه زينه وشينه. ايه يا ابو سلمان نعم يعني قالوا ودنا نجرب البطاقه داخل السعوديه وخارج السعوديه وتعطينا انطباعك وتقييمك عنها وبناء عليه لما اعطيتك ايه. وش افضل الحين؟ نعم لا سافرت استخدم العملة اللي أنا مسافر فيها ولا السعودية؟ يعني إنك رحت الفرنسا هل حاسب باليورو ولا بالريال؟ دائما القاعدة حاسب بعملة البلد اللي أنت فيه لأنك إذا حاسبت بعملة الريال اللي حاسبك بالريال البنك الخارجي حط عليك سعر الصرف والرقم اللي هو يبي بينما لا حاسبت بعملة البلد لا سعر الصرف حدده شركة فيزا والبنك حقك مصدر البطاقة أضاف الرسوم الدولية فأنت مشيت بالطريقة الصح أما بالطريقة الثانية لا راح يكون الرسوم عليك دبل. أوه. اي نعم انتبه. شكرا أخي كلام. ها؟ كلام أقول اليوم العصر مواصل والله؟ اي والله أنا ما أدريت والله ما تبعته قسم بالله ولا لأنه كثرت الدعايات على البطاقات ما تدري وش الصادم ولا الكاذب وش الزين وش الشين. اليوم اقتنعت بفكرك حلو تسلم وبروح بشتري سيارة شاري سيارة. نعم. أبروح أباخذ حسابي الجاري وبغذي الفيزا حقتي هم أنا بروح للوكالة وبشي بالفيزا. طيب وين قال لي وكالة معاصي ما نبيع لك بالفيزا لأن الفيزا تأخذ عليه نسبة وكذا وكذا وكذا. إذا التاجر حاط شعار فيزا وماستر كارد على باب المحل أو عند الكاشير فهو ملزم من وزارة التجارة بقبول بطاقات الائتمان
وإذا حاط شعار مدى فقط فمن حقه رفض بطاقات الائتمان. الآن أبو سلمان حنا منفتحين على السياحة. صح، بيجون الجانب على جانب كلهم. أي. فكلهم مع مش معهم بطاقات فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبرس. طيب إذا صارت أغلب المحلات لا تقبل هذه البطاقات كيف بيحاسبون بيبلشون؟ يعني لازم يصير معهم كاش. يعني العالم كله رايح إنه يقبل الفيزا. نعم. فالمفترض إنه جميع المحلات والمتاجر في السعودية تقبل بطاقات الائتمان. هو قال كلام أقسم بالله ثم أقسم بالله لم يعقد مع بنك الراجحي ولا بيني وبينهم إعلان ولا شيء ولا شيء، ولكن قال كلام حق وحبيته الصراحة. وش تقول الراجحي رايح إيش؟ اليوم بطاقات مصرف الراجحي البنك الوحيد بقول بكل صراحة إنه يعطيك بطاقات مجانا مدى الحياة له الآن حول السنة، ما فك العرض، كل سنة يجدد العرض مجانا مدى الحياة، ما عليك شيء، ما تخسر شيء يعني، وتكسب استفادة. طبعاً الناس بيقولون إنكم تعملون بنك الراجحي، لكن أقسم بالله أن ما علينا، بس أنا ودي كلن يستفيد يا جماعة الخير، كلن يستفيد. طيب علشان نصير بس سيف سايد دايم، متى سدد؟ أيوة. أهم شيء يا أبو سلمان، بطاقات الائتمان الفلوس اللي فيها الكريدت هذه للبنك أبو سلمان، دين عليك، فأنت أي فلوس تشتري من هالبطاقة لازم ترجع الفلوس للبنك كل شهر في تاريخ معين لا يتغير، كل بنك له تاريخ. طيب اشتريت بخمس آلاف، رجع الخمس آلاف كاملة، مو بترجع 4000 3000 2000، سوف تدخل بفائدة شهرية من 2 إلى 2.5، يعني سنوي تصل 40-50% فوائد. واللي بيضمن واللي بينقي نفسه يضمن يسدد أول بأول عشان ما يدخل لا يمين ولا يسار. حلال حرام، سدد أول بأول وبس واستفد واستفد. شيء ضروري أبو سلمان، بطاقة مدى وين مربوطة؟ بحسابك الجاري، فالشراء منه أونلاين هذا في خطر عليك. إذا رحت قصتك رحت المواقع مشبوهة أو شيء، أيا كان كل بنك في الغالب تدخل التطبيق تروح البطاقة مدى إيقاف الشراء من الإنترنت، لو اخترقت وبيشتري فيها من الأونلاين لن يتمكن، ليش؟ لأنك مطفن الشراء من الإنترنت. فضروري كل يسكر الشراء من الإنترنت لبطاقات مدى لأنه مربوط بحسابك الجاري، فرق عن الفيزا، لو سرقت الفيزا إلى مستقل حسابه ضروري إيقاف بطاقة مدى أونلاين، خصوصا الواحد اللي هبع بانترنت يشي من هنا ويشي من هنا. افضل شيء اخذ لك بطاقه شحن ومجانا وحساب مستقل. هذا فقط ترى يقصد الشراء عن طريق الانترنت، لانه احيانا تروح مواقع اجنبيه ما تدري صدق زي ما تدري. الافضل اشرب فيه ابو محمد سم. تسلم. شوف انا انسان، انت ما شاء الله عليك مستغل حقنا بنوك كله ما شاء الله عليك، وتسافر ببلاش وتروح تجي ببلاش واستقبال مطر ببلاش، قبل أمس أبو سلمان معبد بنزين ببلاش. صدق عاد والله العظيم استبدل نقاطي من محطات البنزين وعبي ببلاش. طيب اسمع اسمع سبقوك شيء، أنت تعلن كثير قليل. طيب كيل الله لا أنا بعادة بستغلك، والله العظيم عندي إعلان محافظ بوكيه زين سامي، أبا زينه أنا وياك كنت خاشر الإعلان. الله يجزاك خير. وش رأيك بيض الله الرهان ياخذ بطاقاتك؟ والله جاب الله أيمن قال ابن حلال والله المحتوى حلو خلنا زين إعلان ذول المحافظ والله العظيم. يلا نوريكم ذول سيد إعلان لين قبل بوريكم إياهنا الحين للي يبي هدايا للعيد وشيء رخيصة بالحيل بالحيل بالحيل. شوف أبو محمد فضل الله علينا هالبلد مبارك، أول شيء خدمنا اللي تابع معلومات حلوة عن الفيزا، اثنين ترى هذا الرجل بسنابه على مدار العام يوميا يعطي معلومات عن بطاقات الفيزا ومستر كارد، مميزات خدمات تغطيات حفلات لكاتب غصن. منصور يا اخي ما خليته شيء ما شاء الله منهم، ما شاء الله عليك، فيزا مطاعم مخيمات منهم هم اعلانات منهم مسمار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، ما عاد في خلاص يعني كل العناصر اخذتوها ماشي، ايش باقي؟ هذه نعمة من رب العالمين. حلب أم الفيزا ومستر كارت حلب أمهم. يقول لك بنزين عش بريال. والله أشتري الخبز بالفيزا. والله يبارك فيك دين ودنيا.
لحظة يا ابو سلمان. ها مصور انا. بعد اللي تو صح. والله العظيم عندي معلومات. انا المعلومة اللي تو. اذا عندك اشتراك نتفليكس. اي نتفليكس. يوتيوب بريميوم وشاهد. اذا اشتركت عن طريق فيزا سيجنتشر وانفينيت لك خصم 50% وبحد اقصى $5 من شركة فيزا ما لها علاقة بالنكبة. اوف نعم 50% بحد اقصى. نعم نعم اي قنوات اي قنوات مرئية. والله من شركة فيزا. كل شهر يجيك الخصم ما دامك مشترك. اجل بحط كل قروشي انا بالفيزا وابدا احاسب وانا اسمع 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 هو لازم عيال ترى هو لازم تتابعون سناب ويومي عشان تشوفون عشان تشوفون الخصومات والدنيا والعالم. والله ان شاء الله والله معلومات والله اثريتنا واضفت لنا من بعدك. لا انتوا غلبتونا انتوا وصلتوا كاس العالم خلاص تاهلتوا رسمي انتوا. وش ثاني خدمات كثيره من شركه فيزا يعني ضمان ممتد دخول الصالات ما تكلمنا ترى بدخول الصالات ايضا والقنوات والتامين الطبي وتامين السفر واشتراكات القنوات المرئيه كل رياضيه ما في شيء كل شيء باقي الظاهر عمره حج كمان والله خلاص ما بقي لي جالس راسل فيك بيني وبينك بعد بقي أغلب البطاقات تعطيك دخول صالات مطارات حول العالم مجاناً. أكثر من 1100 صالة مطار قبل الرحلة بثلاث ساعات أربع ساعات تدخل الصالة. طيب ما يعني حجز سياحي ولا ولا؟ لا 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 ما له علاقة. مجرد ما أنك تملك هذه البطاقة هذه البطاقات خلاص تأكل تشرب إنترنت مجاناً ومكان خاص. طيب الرحلة. تقول شلون أختار بطاقة من أروح لي بنك وما أدري وإيش كذا عندي حساب هذا الرجل الفاضل المعطاء. الله يحفظك يا أبو سلمان. يلا نعلن يلا سامي. طيب اقول لك ايمن كبير والله يا ندمان عيونه يقول انا كيف ذا رجال فلت علي من 10 سنوات اي والله حرس حرس في بطاقات غريبه والله يا فنه البطايف ايمن ترى يزال البطاقات الرجال والله اول مره ايمن يشارك باي محتوى شوف انا العيون قلوب اول واحد اول واحد هو اللي جالس جنبه بعد يا جماعة الخير هالبوكس الجميل يجيب هالكيس الجميل يصلح ايه ايه انا بستغل فرصة هالبوكس الجميل المحافظة الجميلة هذه ثنتين ب99 ريال يصلح انت ران هدايا بالعيد ب99 ريال مع التوصيل تخيل مع التوصيل ياخذن كل البطاقات عيال شرط ان ياخذن كل بالخيمة والله نكبش الساس من حد الاعلانات خلاص جاك جاك شك. لا ياخذ ذولي هيا انا ب10 انا ياخذ انا بالخيمه انا ب10 اي صح ابي 10 انا ها ابي 10 يا هيثم ما عندنا لا ثنتين هيا اطرب يا هيثم يلا بياخذ بطاقات كلها لا طبعا البوكس بوكس يجي بهالطريقه كذا بهالعلبه الحلوه في محفظتين كل البوكس ذا بكيس وبمحفظتين ب99 يعني تطلع 41 دي شامل التوصيل شامل التوصيل مره بطله جاتك على الحظ شف الله 24 بطاقه من 27 بطاقه ما شاء الله شوف شلون حجمه بيدي شوف حجمه بيدي هذه تطلع تقريبا البوكس في ثنتين تطلع ب 99 ريال شامل التوصيل كم تبي لاخوياك انت انت صرت كل عيد تهدي اخوياك؟ وايه وش العيد اللي راح وش هديت لهم؟ بوكس كذا في حركات كيك وذا لاحق كورونا كورونا وش هديت لهم؟ هديتهم مكونات الكيك ايه قلت الحريم هم ايه؟ افضل كيك الله عليك ايه هديت قالب كيك وكذا لا ما تلاقي زي ذولي هدايا ثنتين اي والله ثنتين اي والله ثنتين ب 99 ريال بهالبوكس الجميل وشامل التوصيل وكل شيء بحط لكم الروابط جميله صراحه وان شاء الله كل عام وانت بخير ابو محمد شكرا كثير شكرا 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 ابو سلمان انا اللي والله اشكرك وبيض الله وجهك بيض الله وجهك ابو سلمان كثر خيرك ما قصرت وجهك ابيض انت اللي ما قصرت وان شاء الله ان شاء الله يعني يكون هذا المحتوى مفيد للناس ان شاء الله انه مفيد يا جماعه الخير اللي مهتم شباب الاعمال والشباب الصغيرين والكبير والمدرس والموظف ترى في اشياء تسويها الشركات بهالبطاقات الائتمانيه والله ما ندري عنها قسما بالله شوفوا ذا يمرح بالبنوك عنده فراش بالبنك بو اشياء تو يدري عنها من هالرجال توتر من اول توتر مو طبيعي مو بايمن حقنا عقل انتم معلومات جديده
مرحبا.